احنا اليوم عند احد الموزعين للحم الحلال في المنطقة هنا في امريكا. راح نستكشف هل هو اللحم بالفعل الموجود هنا حلال ولا لا، ومن اكثر الناس اللي يشترونه، ومن وين يجيبونه هذيل الناس. فايش رايكم تجون معاي ونستكشف مع بعض؟ يلا. الحين بندخل ثلاجة اللحم اللي موجودة هني وراح نشوف اللحم اللي موجود فيها، بس ما راح نقدر نسجل الصوت لأن ثلاجة. بنسجل لكم بعدين ونقول لكم اللحم من وين يجي. واحنا على قد ما نقدر بنحاول نجيب كل نوع من أحسن مكان منتج للنوع ده، يعني زي الفراخ احسن مكان منتج يتجاب منه ان هو امريكا لانها بتيجي فريش، واحسن لحمه نفس الكلام. وبالنسبه لللام بنجيبه من استراليا ونيوزيلندا عشان دول احسن منطقتين بيطلعوا اللام. بالنسبه لللحم الحلال، شلون تتاكدون ان اللحم حلال؟ شروط الذبح الحلال ان الحيوان يكون مش عجوز ويكون بصحه كويسه وما فيهوش اي جرح او اي حاجه. تاني شرط ان الآلة اللي بيتضحوا بيها تكون حامية جدا علشان يكون اقل تعذيب للحيوان. تالت حاجة ان يكون في شخص بيسمي على كل حيوان بيتذبح. طبعا قضينا يوم طويل تجمدنا من البرد، بس تعلمنا شلون اللحم الحلال نحصله من وين ومن وين يجي الختم. وطبعا اهم شيء خذيت لحم غنم طازج، فاليوم بسوي هريس. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة.